نتعرف على شريط ادوات الايديتور. طبعا شريط ادوات الايديتور ما بتفعل الا لما اعمل ستارت اديتنج. لما عملت ستارت اديت فتح بسرعة، ليش؟ لانه جميع الطبقات الموجودة عندي هون في مصدر واحد، هاي موجودات عندي في مصدر واحد فقط. طبعا طبقة الراستر تختلف عن طبقات الفيكتور، ما بتطلب اديت عليها، وهذا الاختلاف بين الراستر والفيكتور. مثلا انا لو كنت باضافة طبقة اخرى نقوم باغلاق الستارت اديت، نقوم باضافة طبقة من مصدر اخر، هاي مثلا اكون مثلا من هاي قاعدة البيانات اضافة طبقة اسمها بلوك 3، بيظهر عندنا بهاي الطريقة وبهذا الشكل، بدل انه في عندنا مصدر ثاني للبيانات. فانا لما اروح اعمل ستارت اديت بيسألني على أي طبقة بدي أقوم بعمل ستارت الإيديت. كذلك في عندنا السورس، في عندنا أكثر من قاعدة بيانات. طبعا لما أختار على طبقة معينة بعطيني إشارة جميع الطبقات اللي راح يفتح عليهم الإيديت. فإذا أنا قمت بفتح الإيديت على بلوك 3، فقط على بلوك 3 أنا بقدر أحرر وأضيف وأرسم أي إشي وأدخل بيانات، لأنها بطبقة موجودة في قاعدة بيانات بتختلف عن قاعدة البيانات الموجودة عندي هون. فأنا بقوم بإغلاق هاي الطبقة وفتح الإيديت، يا إما من هاي الطريقة هي هيك بكون فتح الإيديت، أو من خلال رايت كليك على أي طبقة بنعملها إيديت فيتشرز وستارت إيديتينج. أما بالنسبة لشريط الأدوات الإيديتور بقدر أضيفه طبعا من هاي المنطقة بأي منطقة فراغ، وبندور على كلمة إيديتور بنقوم بإضافة شريط أدوات التحرير. طبعا من خلال شريط الأدوات التحرير أنا بقدر أفتح عدة واجهات، مثل واجهة الجدول البيانات الأتريبيوت، وأيضا أنا بقدر أفتح هاي الواجهة الخاصة بالنقاط أو نقاط الفيرتكس، بكل رقم نقطة فيرتكس والإحداثيات تبعاتها. طبعا ما بتظهر عندي إلا لما أقوم برسم أي فيتشر. يعني لو قمت برسم اي فيتشر بهاي الطريقة، بعدها قمت بفتح الاتريبيوت بفتح عنا بهاي الطريقة، بقدر اضيف البيانات على اي، بقدر اضيف البيانات على اي حقل انا بدي اياه. وايضا هاي الواجهة بقدر من خلال مؤشر الايديت دبل كليك، موجود عندي نقاط الفيرتكس انا بقدر احذفها، حددت هاي النقطة وهاي النقطة بقدر اعملهم ديليت، صار عندي الشكل بهذا الشكل. وأيضا أنا بقدر أغير إحداثيات النقطة من خلال هاي الواجهة. قبل ما نتعرف على شريط أدوات الإديتور كيف أنا بقوم برسم أي فيتشر أو أي معلم أو ميزة جغرافية، موجود عندنا شريط أدوات الإديتور هاي الصورة مهمة جدا، بضغط عليها وبفتحها في متصفح جديد، بقوم بقراءة جميع هذول المعلومات المهمة عن شريط عن أوامر الموجودة داخل شريط أدوات الإديتور. لكن عشان ما نطول بالفيديو كثير فراح يتم التعرف كيف نقوم بالرسم هذول الظواهر. نبدأ برسم طبقة الستادي أريا من خلال الخريطة وليس من خلال صورة جوية. بعد ما قمنا بفتح الإديت عليها بنروح على واجهة الرسم وبنختار ستادي أريا، وأنا هيك قمت بتحديد ستادي أريا طبقة ستادي اريا عشان اقوم برسمها. من خلال لوحة المفاتيح لو ضغطت على حرف زد بيجي عندي الزوم ان. كيف انا موجود عندي زوم ان هون، بقدر انا اضغط على حرف زد في لوحة المفاتيح واضل ضغط عليه، انا هيك بعمل زوم ان، بختار نقطة بداية ولتكن هاي النقطة، بعدها برسم حدود منطقة الدراسة بهاي الطريقة. نقوم بالرسم السريع عشان نختصر وقت أكثر. طبعا كل ما قربت الزوم أنا الدقة بتكون أفضل، كل ما عملت زوم أوت أكثر بكون دقة الرسم قليلة جدا. خلينا نقوم بالرسم بسرعة.
طبعا اي نقطة انا قمت بانشائها بشكل خطأ بقدر اعمل كنترول زد وبرجع الخطوة الى ورا، برجع خطوة واحدة الى للخلف. قبل الانتهاء من رسم الستادي اريا انا بدي اعمل زوم ان، وعندنا هون اخر نقطة، يا بضغط دبل كليك يا رايت كليك وبنعمل فينيش او F2. انا هيك عملت، انا هيك قمت بحفظ الرسمة. لو عملنا زوم تو لاير، طبعا انا عامل سيلكت للفيتشر اللي كنت برسمه حدود الدراسة او منطقة الدراسة، بعمل له سيلكت بعديها زوم تو لاير، نقوم بإغلاق الخريطة، ظهر عنا منطقة الدراسة. طبعا منطقة الدراسة تتكون من عدة قطع أراضي، وعشان تظهر منطقة الدراسة بسيمبولوجي أوضح أنا بقدر أغير من خلال الضغط على هذا المربع واختار مثلا هذا الشكل ونكبر حجم الخط ولونه يكون مثلا لون أزرق، نعمل Unselect، صار عندنا بهذا الشكل. طبعا بداخل حدود منطقة الدراسة في عنا قطع أراضي نقوم برسمها، بقوم بعمل كوبي لهذا، بقوم بعمل كوبي لمنطقة الدراسة ولصقها داخل طبقة القطع. طبعا طبقة القطع خليها تظهر بهذا الشكل، نعمل كوبي، هاي كوبي، بعدها انسلكت، بعدها بنعمل لصق، نختار الطبقة اللي بدنا نلصق عليها هي طبقة البارسل، نعمل اوكي، نخلي طبقة القطع فوق طبقة حدود الدراسة عشان تظهر بشكل اوضح، نقوم باخفاء منطقة الدراسة والخريطة، نعمل انسلكت، هي ظهر عنا بهذا الشكل. هذا الشكل اللي هو اللي بيعبر عن منطقة الدراسة ممكن نقوم بتقطيعه إلى عدة قطع من خلال الخريطة. قبل ما أقوم بالكت بوليجون بقوم بتحديد الجزء اللي أنا بدي أقوم بعمل كت بوليجون، ثم نفتح الخريطة نعمل زوم، بنروح على هاي الأيقونة اللي هي كت بوليجون، بهاي الطريقة بنقوم بالكت بوليجون. هاي عملنا أول قطعة، إذا بهاي الطريقة أنا بقوم بعمل رقمنة للخريطة وتحويلها إلى طبقات وبيانات جغرافية داخل قاعدة بيانات جغرافية.